اهلا وسهلا، اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. توحشكم بزاف بزاف. عاد خصني نصور هاد الانترو كنقول عاد توحش مانا منكم. فين غادي نعمل وجهي؟ هادي مده وانا غابره عليكم، ما حطيت حتى شي فيديو في يوتيوب، غير سمحوا لي. وعلاش كنضحك؟ حيت فاش فين ما كنزل فيديو كنقول لكم ها انا رجعت لكم. هذاك هو النهار اللي كنغبر، ودايوغ كتقولوها لي في لي كومونتير، كتقول لي صافا النهار اللي كتعمل فيديو كتقولنا صافي ان شاء الله هاد لا سيمين ما كاين غير لي فيديو، كنعرفوك غادي تمشي وما نعاودوش نشوفوكم دابا شهر ولا شهرين. سمحوا لي على هاد الغيبه الطويله جدا. دايوغ البنات اللي كيتفرجوا فيا في يوتيوب واللي ما متبعنيش في انستغرام، دخلوا الحساب اللي هو صفا تشانل اوفيشال، وغادي تلقاوني. يعني الاغلبيه فاش كنكون انا غايبه من يوتيوب كنكون حاضره في لي ستوري في انستغرام، باش هكذا ما تحسوش بيا غبت بزاف. توحش بزاف نصور لكم لي فيديو، وحاش نبارطاجي معكم لي فيديو لي مولفه كنصور لكم دائما. اليوم فلوغ جديد، وبغيت غير نقول لكم ان هاد الانترو هادي مصوره في نهار واحد اخر، حيت صورت لا فيديو كلشي ومي جيت كنعمل مونتاج قلت اويلي ما صورت لهم شي لانترو، باش تعرفوا شحال هادي ما صورت. نسيت كاين واحد الحاجه اسمها المقدمه والخاتمه ديال الفيديو، فقلت هي هذيك مزيانه، فرصه مزيانه انني نسلم عليكم ونهضر معكم ونقول لكم فين كنت غابره. هادي تقريبا واحد 3 سيمانات فاش جيت من المغرب، مشيت دوزت تقريبا 45 يوم تما، لانه كان العرس ديال اختي هند، ومشيت دوزت معاها يعني استعدادات ديال العرس لي بريباراتيف راكم عارفين، ومن بعد دوزت معاها العرس وبقيت شويه واحد السيمانه من موراها عاد جيت. فاش كنت في المغرب كنت كنقول ضروري غادي نصور لكم لي فلوغ، ولكن عرفتوا راكم عارفين مع التوجات ديال العرس انا ما كنعرفش نكون يعني نكون مولتي تاسكين، نكون كنصور وفي نفس الوقت كنعمل ديك الخدمه اللي خصني نعمل ونمونتي. عرفت راه كتجيني صعيبه، ما عرفتش لي يوتيوبر كيفاش كيقدروا يعملوها صراحه. شابوبا، انا راه اون فوا كندخل شي معمعه راه كنبقى نفكر غير في داكشي اللي انا فيه. تبارك الله اختي هندوشه، كنقول لها هندوشه حيت بالنسبه لي باقا صغيره، وضايا حتى البنات اللي كيتفرجوا فيها في انستغرام وفي تيك توك يقول لي هند تزوجات، حنا كنعقلوا لها هند صغيره. الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، الله يدوم لها، والعقبه ليكم حتى نتوما اللي بغات تزوج، العقبه ليكم. واللي ما خص ما عندها ما تعمل بالزواج صافي اختي تنتينا تهنيتي. واحد الحاجه واخيرا بغيت نشاركها معكم، اخر مره حطيت لكم فيديو قلت لكم سقطت في امتحان ديال السياقه هنا في يوكي، باركولي، واخيرا الحمد لله الحمد لله نجحت في البيرمي ديال يوكي. نتوما اللي عارفين المعاناه ديالي مع البيرمي، راه ملي جيت من هنا وانا كنقول خصني ندوز بيرمي ما كانش كيكتب، وفاش دوزت وسقطت ودابا الحمد لله عاد كتب انني نجح. سبحان الله كل حاجه في وقتها مزيانه، حيت دابا ملي ديت بيرمي بحال اللي عرفت بالقيمه ديالو، لانه فاش مشيت المغرب كنت كنسوق وحسيت بديك براسي انديبوندونت، يعني كنمشي كنعمل كنقضي الغرض ديالي، كنقضي حاجة ديالي بوحديتي، كنمشي نخدم الحاجه اللي خصني نعملها، ما كنبقاش نتسنى شي واحد يديني، ولا يعني البروغرام ديالي كان معوض. فاش كيف عجبتني داك انديبندنس اللي كانت عندي فاش كنت في المغرب، وغير وصلت هنا نهار الاربع الخميس كان عندي امتحان. تخيلوا يلا جيت نعست فاش مشيت كندوز امتحان ديال السوقان بلا ما براتيكيت هنا، لانه كنقول انا اللي كيسوق في المغرب راه ممكن تسوق في اي بلاد مشيتي. قلت لكم ديك 40 يوم اللي دوزتها كامله في المغرب كل نهار كنت كنسوق من النهار الليل، وعاد توجد العرس راكم عارفين ما كيمشي عند الخياط ورجع، مشي عند التريتور ورجع، مشي ما خليت فين مشيت، جيت مستعده قلت خلعنا ولا. حاجه اللي بغيت ننصحكم بها البنات اللي ساكنين هنا في يوكي، انا ما عارفاش الدول اخرى واش عندهم نفس الشيء، اللي ساكنين في يوكي وباغيين يتعلموا السوقان وديجا بديتوا يعني الدروس ديالكم، دخلوا حتى اليوتيوب وكتبوا على حسب المدينه اللي نتوما ساكنين فيها. نفترض نتوما ساكنين في لندن، الا دخلتوا عملتوا درايفين روتس لندن غادي يعطيكم هكذا لي روت ديال السوقان اللي ممكن دوزو في امتحان. انا دوزت امتحان ديال السوقان في هاليفاكس، كتدخل مثلا يوتيوب كتكتب هاليفاكس تيست روتس، وكيكونوا انستركتورز اللي هما الاساسي اللي كيعلموا السوقان كيصوروا راسهم وهما كيسوقوا وكيوريكم الطريق في نفس الوقت، باش كيقول لكم راه نهار الامتحان ممكن دوز من هاد الجهه، ممكن دوز من هاد الجهه، ممكن دوز من هاد الجهه، ردوا بالكم من هاد الحاجه وردوا بالكم من هاد الحاجه. وفعلا النهار ديال الامتحان كتكون رد البال ديك الحاجات اللي انت تفرجتي لهم في يوتيوب، داكشي عاوني بزاف، لانه انا ما بخاتيكيتش السوقان في هاليفاكس بكثره، سكيف فاش عملت ديك لي فيديو في يوتيوب عطاوني راوند اباوت اللي هما غون بوان كبير غون بوان صغير، كيفاش دوز من غون بوان كبير الى جاك من هاد الجهه، قال لك دور على الشمال، ها شنو تعمل، عندك تعمل هذا الغلط. والله العظيم الى نهار الامتحان دوزني واحد الغون بوين اللي انا تفرجت له فيديو في يوتيوب، وتفرجت في يوتيوب قالنا ردوا بالكم من هذا الغون بوين عندكم، دوزوا له هكذا دوزوا له هكذا.
وداكشي اللي كان الحمد لله انني تفرج ديك لا فيديو، لانه مع الانستركتور ما عقلتش انني دوس من ديك الغون بوين. هادشي اللي كاين جديد ما خبعت عليكم والو. وحاجه واحده اخرى، هاد الايام هادي بدينا كنبدلوا كنصبغوا الدار، كنبدلوا لا ديكوراسيون، لانه هادي عام دابا اكثر من عام بشرينا الدار تبارك الله، ايام كدوز كطير. وفاش جينا لهنا كانوا عندنا بزاف ديال الحاجات، بزاف الحاجات في الحياه ديالنا اللي جينا يلا تأستالينا، وجدنا غير بيت نعاش شويه، كوزينه كانت مقاده الى اخره، كانوا بزاف ديال الاحداث، كان العرس ديال اختو دعالي، كان عنده حتى هو التوجاد، راكم عارفين هادشي كيدي فلوس بزاف وكيدي لينيرجي وكيدي حتى الوقت. ديكو دابا عاد قررنا باش نبدلو ديكوراسيون ديال الدار، كنشوف الحيوطه، انا بعدا كنشوف الحيط، هذاك الحيط ما كيعجبنيش كانوا مصبغو. هادشي اللي غتشوفوا معايا في الفلوق ديال اليوم، غادي نبدل بيت نعاس، غادي نبدل الصالون هنا وسط الدار حتى هو غادي يتبدل. بون شي حاجات اللي شحال هادي هما كنت كنشوفهم كيعصبوني، دابا عاد كتب انني نبدلو بكل حاجه بوقتها. ما نزيدش نطول عليكم، نخليكم مع الفلوق ديال اليوم. Why do you look shocked? I've been doing this. So if I dropping it everywhere? On this? I'm dropping it on this? Not everywhere. Well, try not to let it leak. Hi, hi. It says who stained my carpet in black? I didn't stain it. How are you coming to help me? Listen, if the result is nice, you can't take credit for it, okay? Trust the process. I'm done with you. I'm done with you. Look at all them drips. Wow. This looks so much nicer. علي مسكين ما عرفاش تبلا، هبط لقاني كنصبغ في الحيط. المهم هذا الحيط هذا راه كان عندي فحال في مارون، فحال شنو هو يا ربي، فحال في غرونه، وطلع لي في راسي ديك اللون سورتو عندي في الكوزينه كامله. قلت غادي نخليه في الكوزينه لانه صعيب نبدلو، وهاد الجهه هادي نعملها في البيض. قلت لكم الا صبغت هذا في البيض خصني حتى الكوزينه كامله نصبغها في البيض، سينو غادي يجي الفرق باين هكذا وما كانوش غادي يجي مزيان. دونك خليته متبع على حسب اللون ديال لا كوزين، وهذا رجعناه في البيض. يس جود جوب. نخبركم دابا 12 ونص ديال الليل وانا باقا كنصبغ. المهم صبغت هاد البلاصه هادي كامله حتى نساليها وديك الساعه نوريها لكم. وهنايا بون اللي كيتبعوني في انستغرام راهم عارفين صبغت البلاكار ديك اللي كان عندي في البيت، صبغته كله في الكحل حتى نوريكم غدا في الصباح ان شاء الله باش تكون الاضاءه هكذا قويه وتشوفوا مزيان. ودابا قلت هاد الحيط هذا غادي نصبغوه باللون المفتوح، وديك الساعه غادي نشوف واش غادي نخلي هاد الفراش هذا ولا غادي نرجع ديك الفراش قديم ديالي اللي عقلته كان في الدار القديمه، في جا في البيج بحال مين كولور. يعني خصني نشوف على حسب اللون اللي غادي يكون هنايا، اذا جا مع هذا، الا جا مزيان مع هذا الفراش غادي نخليه، الا ما عجبنيش غادي نبدلوه. او اتس فيري نايس، لي سو سيميلر تو ذا وان وي سو. شوفوا هنايا صبغنا الحيط من الواحد تقريبا دو كوش اون بلون، عاد ديك الساعه غادي نعاودو بالصباغ اللي حنا اختارينا. البنات جيت ندو نيل باش ناخذ لي كويت ديال الغطاء ديال لي كويت بلوتو، وشفت هاد لا كولور هادي عجبتني هزيتها، وكاينه حتى بغيت هاد لا كولور هادي باقي خصني نفكر عجبتني في بلون. و عرفتي واش كاينه التصويره ديالها هنايا، شوف واش كتجي ها لا فوتو ديالها. هانتوما هنايا غادي ندي ثلاثه وباقي نزيد نقلب، نقدر نجبر شي حاجه اخرى. كيفاش هذا 50 واللي خديت كينغ ب 110 وسوبر كينغ اللي كثر منه ب 70، ما فهمتش علاش هذا. ونشوف علي اختار معايا. شوف شحال واحد عندهم هنا، حتى الغشه ديال المخايد بوحدو، وعندو مخدات اللي ديجا واجدين هكذا مزيونين. هادي مزيونه. حنا جينا لهوم سنس، هذا واحد المحل هنا في يوكي معروف، فيه داكشي كاع ديال لا ديكوراسيون. ديجا جبتكم معايا هنايا بزاف ديال لي فلوغ، وانا في هاد السيكشن هذا ديال كوشنز ديال المخايد، وهاد هاد لي دغا هادو اللي كيتحطوا فوق الفراش والسوفاز، وانا هنا كنقلب على مخدات. بغيت مخايد اللي يكون شويه العرض ديالهم كبير، هادو بحال هكذا شوفوا معايا،
حق ماشي هاد الموديل، يعني بغيت مخيد يكونوا بحال هكذا وناخذ منهم جوج او ثلاثه اللي نحطهم فوق الفراش، عاد نحط قدامهم جوج ديال المخايد اللي كنعسوا عليهم. انا شفت هادو كيجيو بحال هكذا تيوبهم، كيعجبني نجي هنا حيت عندهم هاد السكشن كلها ديال ايطاليان فود، وانا خصني نصايب لي بات هاد الايام، وكيعجبني نشري من عندهم لي بات حيت عندهم انواع واشكال. شتو which one should I get? Yeah, but you'll be able to see all the gund. Yeah, you get some nice small black bands. Pasta, truffle sauce. Gotcha. جينا نشوفو التريات. عجبتني هادي. وأنا بغيت نختار من هادو اللي هنايا ديال راتن. عجبو مزيونين. جينا للدار ديال عمتو دعالي وشوفوا شنو جبدت لنا لي بيزل 1000 بياس اللي كيتفرج لي في انستغرام نتوما عارفين انا البليه ديالي ديال لي بيزل، ولكن هادي عرفتي راه غادي نسخفو. جست لوك ات ات، كلشي كيتشابه. جود لوك. Guess what, it costs 68p. And 68p شو الثمن ديالها؟ It's gonna take you 68 hours. Yeah, that's why it costs 68p. عرفتو الثمن ديالها؟ واقيلا تا واحد ما شراها. شحال رخيصة، 0.68 اللي هي ما مكمولاش 10 دراهم. تا واحد ما شراها حيت كتخلع. شوفوا فيفي، شوفوا تبارك الله شحال غلاضت. فيفي you need to go on diet love. كي جاوكم هادو ديالي عرفتو شحال مريحين؟ او ماي جاد مريحين بزاف بزاف. كنت كنقلب عليهم اونلاين ما كنجبرهمش، كنمشي للشوب ما كنجبرهمش. صدفه كنت في المول ديال سيلفريدجز هنايا في يو كي، قلت والله تمشي نشوف، وجبرتهم وديتهم. جبرت وحده اللي كاينه بالطايه ديالي، باقي بغيت نشري كحل وبغيت نشري كري ديالهم. كاين اللي كيقول لي صافا اشنو عجبك فيهم، حيت بزاف كنشوفهم ما كيعجبوهمش. انا في الاول فاش كنت كنشوف الناس كيشريوهم كنقول زعما عادي غير دو سبيسيال، مي ملي قيست ديال لوستي عجبوني قلت ضروري خصني نشريهم. هاد الناس هادو قال لك عاملين مسابقه غادي يخترعوا شي فاكهه اللي ممكن تكون في الجنه، واش على افكار عالي؟ قلت له هادي فاكهه جهنم ماشي الجنه. لسي انوش Beautiful. I mean, you definitely on the right track. On the right track. Yeah, I know. Thank you. Let's see, Amelia. It won't be worse than Ellie. Amelia, this is Jahannam as well. Oh, I missed all the bit where they were supposed to sell them. Did they? The girls asked for tips as well. I think the girls are one. And the boys. جربوا بلانت وحده اخرى. زيد زيد عرفتوا كاع لي بلانت اللي عندنا غيجي يستفوا هنايا. هاد المرايه هادي باقي خصنا نعلقوها، ما غاديش هي هكذا محطوطه. ها هو جاب، شنو قلت لكم؟ ها في ما كان شي محبقه ولا نجيب. any more plants, there is another one in the living room, bring it as well. it's really dark. Oh, that looks nicer, I think. Yeah, you know why? Because I think this is too on استنى. Yeah. انا عجبتني هذا حيت جا صغير، هذا جا باين هيدا مع الدخله. البنات قولوا لي هاد اللعبه هادي اللي هنايا صراحه كتعجبني، ولكن قلت مع احنا عملنا ديكوراسيون هكذا ديال الخشب، الا بدلناها ورجعنا هاد لامشيد بحال الراتان. عرفتوا شنو هو الراتان؟ داك اللي كيجي بحال اللوح، اللون ديالو كيكونوا بحال هكذا غيجي متناسق. ولكن عندنا بحال هادي هنايا شفتوها، هي عندنا هنايا وحده هنا. ما ديوش على روينه حيت راه كنجمعو داكشي. هاي كوليكسيون ديال لامب دعالي. زيد زيد باقي اخرين، شري شي جوج اخرين. put more. yeah watch this. واو it's not yeah I think it is charging. هادي كل ما شريها شي كنحمق.
البنات غادي نبارطاجي معكم الشريط ديالي من عند ايكيا وبعد الحارس من عند هوم سنس. هوم سنس هو واحد المحل هنا اللي معروف كيبيع لا ديكوراسيون، كيجيبوا دي ماركت ليهم زوينين بعد ما بعد مرات الاسماء يكونوا جد مناسبه. دونك كاين داكشي اللي شريتو راه بارطاجيتو معكم، التحيد ديجا حطيناه على لومبو داكشي. ودابا من عند عندي هنا واحد القفيفه كنقول دابا طيح، خديت هذه السليله هذه من ايكيا في البيج وفيها الكحل، قلت غادي تجيني بزاف مع الديكوراسيون اللي عندي في البيس. ديك الساعه ان شاء الله غادي نعمل لكم فيديو باش نبارطاجي معكم روم تور، نوريكم لا ديكوراسيون شنو بدلت. باقي صراحه ما كملنا، خدينا هادو نحطهم هنايا. هوم سنس فيه لا ديكوراسيون وفي نفس الوقت واحد السكشن فيها الماكله، ديكشي ايطاليان ولا جابانيز ولا كوريين. ودائما فيما كنمشي سوا في هوم سنس ولا تي كي ماكس كنمشي لديك الجهه السكشن كنلقى فيها شي حاجه مزيونين كنبغي نجربهم. دونك خديت هاد لي بات هادو اللي كيجيو بحال هكذا، المهم هذا جو الحجم كبير قلت غادي نجربو. وخديت معاهم هاد لاصوص هادي بتروفل وبيكورينو. بيكورينو هو واحد النوع ديال الفرماج كتجي بحال هكذا، بغيت نتيستيها حيت انا كنحمق على لي بات اللي يكونوا فيهم تروفل، وهادي مده وعليك قولي صافي عافاك وجدهم. دونك ان شاء الله غادي نجربهم ونبارطاجي معكم الوصفه. عندنا هنايا هاد بريبايوتيكس اورجانيك درايد فيكس اللي هو كرموس بحال اللي كيتباع عندنا في المغرب، هنايا ما كنلقاوهش. دونك هذا كيكون مجفف فوتوكوبي هذاك اللي عندنا في المغرب، هاي فايبر ما فيهش السكر ما فيهش الجلوتين وبلانت بيس. وبعد مرات ملي كنتشهاو شي حاجه حلوه في الليل ولا شي حاجه هذه كناكلوها وما كنحسوش بتأنيب الضمير، جوج الصباح ثلاث الصباح كتاكل شي حاجه حلوه، هادو غير مزيونين وكيعطيوك انرجي في الصباح سورتو في الصباح. وهنايا عايلي شرا هاد دارك شوكليت بارز، هادو بارز كيكونوا هيلثي، الناس اللي كيمشيو لاصال وديك الشيء كيبغيو يديو معاهم شي حاجه في الصاك اللي يتقوتوا بها. هذا فيها دارك شوكليت نوتس مكسرات وملح ديال البحر سي سولت، هادو عادي اللي كيحتاجهم دائما كيدي معاهم شي حاجه في الصاك. وهذه هي ديك السليله اللي وريتكم كانت الثمن ديالها رخيص، كانت تقريبا شي 7.99 فوالا. حاجه ثانيه هو هاد دوفي كوفر اللي هو الغشاء ديال الغشاء ديال الفراش، الغلاف ديال الغشاء ديال الفراش الا فهمتوني، من لا مارك ديال دي كي ان واي. نورمالمون هاد الماركه هادي معروفه والثمن ديالها يكون غالي، بالحق الاغلبيه فاش كتشوفنا هوم سنس ولا تي كي ماكس يكون اسمنا ناقصه بزاف. دابا هذا كان ب 160 باوند، 160 باوند هي ألف تقريبا 1900 درهم من هاد السيت هذا ديال الفراش، وكانوا عملوا لا ريدكسيون رجع ب 34.99. كان يقول لي شحال هو باوند بالدرهم على حسب كل مره كيفاش. دابا واحد الباوند عامل تقريبا 12.60 70 كل مره، بعد مرات كيوصل 12.80، يعني فريمون كانت فيه واحد لا روميز مزيونه. والتوب ديالو غزال، هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيجي فيه جوج ديال كيجي فيه الغشاء ديال الفراش وفيه الغشاء ديال الغطاء ديال الفراش لاكويت، الغشاء ديال لاكويت وفيه جوج ديال المخدات اللي كتنعسوا عليهم. جا بحال هكذا ام بيج وكاس جا ام بيج وفيه الشريطات، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، حتى نحطوه على الفراش وتشوفوه وكتبين 100% كوتون. ثاني سيت اللي خديت ديال الفراش هو هذا، جا في اللون الابيض، حتى هذا 100% كوتون وكيجي فيه جوج ديال الغشاوات ديال المخايد. الاغلبيه ديال هاد لي سيت كيكون فيهم جوج، هو غيبان لكم ابيض عادي ولكن ملي كتقربوا جات التكستور ديالو بحال هكذا. عندي بزاف منهم لي بويض عاديين سامبل، حق هذا قلت غنجي نبدل شويه. هاد لا لومب هادي شراها عالي، كل ما شراهاش يكون حماق، كتجي بحال هكذا هانتوما كتكيو داك كيشعل الضو. دابا هي خاصها تشارجا سينو الضو هو كيكون فيها زايد، كتبدل ها ها كيتبدل، ممكن حتى تزيدو في الضو بعد المرات كتبقى طلعو غير هكذا ولا كتهبطو. اليز فيفرت لامب Yeah, we have to show them with the light off. أي هي تقريبا كنمشيو لا نهار هي نهار لا، راكم عارفين مع لا ديكوراسيون ضروري كنمشي، واخا داكشي كامل شتو عاودتو كنبغي نرجع نقول لا نقدر نكون نسيت شي حاجه. الحاجه اللي ضروري عندي فين ما نمشي ايكايا هما كنشري هاد الجارز هادو ديال الزاج، كيعتقوني بزاف. دايوغ كنت حطيت لكم الناس كيتفرجوا فيه في انستغرام واحد لونجبون ديال زيبيس ديال التوابل اللي عندي في الدار وكلهم كنحطهم هنايا. دايوغ عندي دوك الكبارين هما اللي كنشري كنحط فيهم توابل، ما بغيت نعمل لكم ديك الصغيور كيوت، ولكن لا انا دائما لي زيبيس كنشريهم كونسيتي اللي هي كبيره بحال خرقوم سكينجبير ملاح بابريكا داكشي كامل كنشري مع المحلات الباكستانيه وكيكونوا لي ساشي كبارين باش كيدوزوا لي مده طويله وما كنبقاش ماشي 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 ماشي. وعاد حنايا في الدار تبارك الله كنطيبوا بزاف وعندي العائله بزاف في الدار، مي كنبغيو نوجدوا داكشي باكستاني كيطلب توابل بزاف. وهادو
صغيرين غادي نعمل فيهم داكشي اللي عندي صغير باش بلا ما نستعمل جار كبيره كامله على شي حاجه قليله. هانتوما شريت منهم ثلاثه، فين ما كنمشي كنزيد شي وحدين. ايوا شريت منهم ثلاثة فين ما كنمشي لايكيا كناخذ منهم كبارين والصغارين وكنجمع. انا كنعمر كوليكسيون دابا تقريبا عندي شي 20 منهم وكيعجبوني وكيخليو التوابل مزيانه. من بعد عندي هاد البوكس هادي ديال لي كلاصون اللي كتجي بحال هكذا، عجبتني بزاف حيت مغطيه. هادوك التريز ولا ديك اللعبات اللي كيجيو طوالين ديال لي كلاصون كيبقاو مفتوحين، كنحس ملي كنعملهم في فريزر وكيبردوا كيرجع فيهم واحد المذاق في شكل بحال كيديو المذاق ديال الثلاجه وما كيعجبنيش هكذا. قلت هادو مغطيين ما غتبقاش فيهم الريحه ولا حتى شي حاجه. هنايا عندي ديك كريسي، هاد جوج كريسيت لي وريتكم مزيونين بزاف. الا مشيتو لايكيا خدوهم، سيغتو لي كتكون كطيب في كوزينه ولا شي حاجه كتبغي تفرج شي فيلم ولا شي مسلسل، هنايا كتقدر تنزل عليه غير التليفون ديالك هكذا وكيبقى واقف. اي كنزلو هيدا كريسي ديالو واحد ديالي واحد نعالي. شنو قلت لكم في البدو ديال الفيديو؟ بقاو تحال هادي ما صورت لكم لي فيديو في يوتيوب، نسيت بلي كاين واحد حاجه اسمها الانترو وش حاجه اسمها الاوترو. فحبست لكم لا فيديو بلا ما نقول لكم بالسلامه ولا حتى شي حاجه، وقلت دابا غادي نقول لكم بيان سور لي فيديو جايين غادي نزيد نبارطاجي معكم ديكشي ديال ديكوراسيون الدار وكلشي. كنتمنى ان هاد الفلوغ يكون عجبكم، نشوفكم ان شاء الله فيديو جاي. ان شاء الله هاد المره ما غاديش نغبر عليكم. صافي سكوت ما بقاش نقول هاد الجمله. يلا بالسلامه عليكم، تهلاو في راسكم، باي باي.